أقوى في بابجي موبايل، وما أدراك ما الأقوى في بابجي موبايل، في حضور الأقوياء والستريمر العرب المشاهير بالرأس القائمة على العلم دار مع الجان، وأيضا البحار مع الولف، وأيضا الكثير من أساطير البابجي موبايل الذي نسمع عنها ولكن لا نستطيع أن نراها في بطولة واحدة إلا في كوكب العلم دار. أيها السيدات والسادة، إذن هيا بنا لنبدأ مباشرة في أراضي اليوم، وهيا بنا. يقول لي يقول لي يقول لي الأحضان العلم دار عم بيحاول ياخذ البيوت من ناحية اليسار. ممكن يتعامل مع مين؟ مع ليبين بحار والشيبو، خلينا نشوف ليبين بحار جويل والأباتشي. قول لي الشيبو يعطينا النوك داون للتروي، خلص التروي بالنوك داون. كيف يتعامل العلم دار؟ صعب جدا. الارلين يعطينا البي سي اس من الناحية الأخرى. وين يا العلم دار؟ في عنده النوك داون الأول. قول لي بالتوب في الكرة الدعية كانت قريبة جدا على الجوتويل، ولكن عم يقدر ينفذ منها. التروي وين قاعد التروي؟ العلم دار يعطينا الجوتويل بنت أسطورية لحد الآن، إنهم نجوم ببجي موبايل بالفايت حاليا. العلم دار والشيبو، شوف الرد الثاني من العلم دار، عم يحاول فعليا يعطينا الفل. اوبا النت، اوبا العلم دار يعطينا البحار والجوتويل بالنوك داون. الشيبو واللاعب الاخير، روح يا العلم دار، الفل بوش راح يكون حاضر من العلم دار. ممكن يعملها ولا لا؟ واللي صعبه. شوف لاباتشي خلص بدهم ياخذوا اللاعب اللي حاله السولو هون، بدهم ياخذوه السولو. تعال يا بيبي، تعال يا روحي، تعال. جالك العلم دار يا لاباتشي، دير بالك. خلص الشيبو عم بيشيل العلم دار بالنوك داون من الناحيه الاخرى، دير بالك التريف. عم نشوف الشيبو يحضر النيد للقاء. النيد راح تكون قاضيه للعلم دار. أم ماذا يا ساده؟ راح تكون قاضيه. اوف عليك الليون يا الولد يا المبدع يا الخرى الدعي، ولكن البحار بيعطينا العلم دار بالنوك داون مره اخرى. الليون كيف بده يتعامل؟ خلص امورهم تحت السيطره. هي بنط الاباتشي، بنط الليون حاضر. اوف النيد يا ولد يا ولد يا ولد. الليون مره اخرى بالنوك، انحصروا. الاي بي ان يخلبون الايات على العلم، دار لحد اللحظات. خلص ياخذ لوك فينش. قول لي النوك داون الاول. الشيبو حاضر، ولكن الندات من البحار عم تكون صعبه. شوف الكابتن يا الكابتن، دير بالك الكابتن. العلم دار حاضر ايضا، اموره تحت السيطره. وذ اوت، قول لي شوف خوستو، شوف ضربه بده يحاول، شوف لي اموره من ناحيه اليمين. وين نداتك؟ كبير، خلص عم بهيئ. دير بالك، ليبين بعد خسارته للجوتويل يودع علينا. اذا لحد الان امور لذيذه بعد خساره لاعبين من ملوك العلم دار. التروي الى اللقاء، وايضا الليون الى اللقاء. يبقى معنا الكابتن والعلم دار، عم يطلقوا الندات. خلاص قلي عليك الكابتن، يعطينا لاباتش مره اخرى من النوك داون. يبدو يتعامل يا ترى البحار والشيبو يا الشابو. قلي يا الشيبو، ممكن. اوف عليك العلم دار، يعطينا اثنين نوك داون لحد الان ملوك ليبين. البحار هو اللاعب الوحيد. لحالك البحار، ممكن تعملها امام العلم دار. أم ماذا؟ خلص الى اللقاء يا البحار، الى اللقاء. سوف تودع على بيروت امام العلم دار، امام مضيفك يا البحار، الى اللقاء. يعطينا النوك داون يا ولد الاول. ممكن البحار، يعطينا اللاعب الخرافي. ممكن تشوفه مع العلم دار ولا كيف؟ التريف، التريف قولي، باش شوفوا العلم دار يشيل يا العلم دار يسعدينك، وتتبيل ثلاثية الأبعاد لملوك الابن. الجوتويل باي باي، الاباتشي باي باي، وايضا البحار باي باي، والشيبو باي باي. يودعون معنا الى مونديال بخسارة لاعبين العلم دار فقط لا غير، امام الفورمان سكواد من الاي بي ان، اللاعبين الناريين المحترفين جدا. جي جي، فايت جميل جدا. نبدأ اليوم بالنصف النهائي بين عمالقة الببجي موبايل العلم دار والاي بي ان، ولكن العلم دار كان الاقوى، كان الاذكى، كانت الصمود هنا بكل ما يعني الكلمة في كلمة العلم دار، بعد ما تنوقوا 13,000 مرة. ولكن العلم دار ان هي بثري مان سكواد. يا ويلة من بعيد، لخلاص يلي اوت زون
داون مستحيل الدخول لها. لكن الان دار لينا بيحاول يفتح خلاص في عنده نوك داون اول الثاني ممكن. وين جي اكس بي يا جي اكس بي هذا يا جي اكس بي نو لي قول عليك الايومي قول لي الايومي صاحب الفئران الداخلي اللي هو المتسلل من الاوت زون الى الزون طبعا مع كل الاحترام للار ال ان غلط جي جي غلط جي جي راح بوشينكي خلينا نشوف منظور عالي للوضع يا اساتذه يا كرام لحد الان صعب 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 تفرجوا يلي عم بصير تفرجوا يلي عم بصير على الكيو ار اف والنمسز والشعب الطيب العالم دار عم يطلع معنا اوت على يدين الاف 2 كي ايضا ولعب شو جيمنج زون بالكامل ولكن الواي سي عم يسفل 3 مان سكواد مع الكيو ار اف بالفور مان سكواد ولعب شو جيمنج ديو سكواد الاف 2 كي بسولو سكواد بي ار سي بسولو سكواد والهيد هانترز ب 3 مان سكواد اذا لحد الان معادله رح تكون خلينا نقول تنافس من حيث العدد لملوك الكيو ار اف والواي سي وايضا الهيد هانترز لانه كل منهم عم بكون في معهم ثلاث لعيبه او اربع لعيبه او ثلاث لعيبه اقل شيء من الناحيه الاخرى لهبشو جيمنج بيجي بلاعبين ومن ثم السلوات للبي ار سي والاف 2 كي اللي عم بيكونوا لحد هي اللحظات بالست سكوادات 14 لاعب بالزون الثامن يا ايها السيدات والساده اللي بيصغر زون يا العالم دار معنا ست سكوادات قول لي العالم دار الكيو ار اف لسه فايت بالزون عم مين راح يلعب هيل مين راح يلعب هيل عم يعطونا الواي سي نوك داون الاول الكيو ار اف قول في واحد عم يلعب هيل مع ثلاث هيل فقط لا غير مين عم يلعب هيل مين عم يلعب كله عم يلعب هيل وانتهت الروم ايها السيدات والساده ولكن لمن لا اعلم لمن قول لي لليت هانترز بالوينر وينر كس كس وزبي بالدينار وبكل جداره لا تبيفلون اوبا الاول والدون والدون اوبا عليك يا ولد يا ولد يا ولد عم بحضر عم بحضر الند الاولى يا حرام عليك اوبا دمجني في فول دمج الاول بالنوك داون اعطيني اليمين روح يدي له ليلي كان ليكو البحار بالنوك داون يا ويلي داعي عليه هون في عنده الدين نوك داون وينو الثالث وينو الثالث يا ولد يدي الدول فعليا انك وحش فعليا انك وحش ولكن اللاعب الاخير جعفر عم بكون حاضر خلينا نشوف كيف بده يتعامل نزل الاول بيقول لي قول لي اللاعب الاخير اللاعب الاخير كيف بده يتعامل يعطيني نت اولى الدمج الاول والثاني يا الله يا الله وجعفر فزع أسطورية لملوك الـ ABN كفو عليك من النارية يا ولد أوبا عليك الـ ABN بحار والجوتو اللي بيخسر فقط الشيبو يا الشيبو قولي عليك لابشو جيمنج لابشو جيمنج عم بيصفى خلص مع آخر لاعبين من الـ ABN كيف بده يتم التعامل وينهم 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 الـ ABN وينهم الـ ABN لهلا هذا الجوتو هيل لهلا هذا الجوتو هيل من يمينك شمالك كيف بده يتعامل الجوتو هيل سمعانين مالهم سمعانين دير بالك البحار والجعفر الى اللقاء بتسعة كيل عم بيكونوا حاضرين بالمركز العاشر ممكن يطلعوا اوت لك وشافوا الاول جوتو الى اللقاء بالمركز العاشر قول لي عليك ب 10 كيل جي جي عليكم شوف الزعيم شوف عم يلوت واحد يمين واحد يسار تحت لقلق البي سي اس يا الله يا ساده يا كرام لوين بدنا نروح شو عم بصير في اراضي الرنجل والميرابار الابداع حاضر من ملوك الارض والسماء الببجيه يا البحار قول لي لي بين قول لي الخال قول لي الجان قول لي الشاب قول لي العالم دار يا الابريك راحت عليك الابرا 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 حاضر لحد الان ركز لي امورك ركز لي خرندعياتك كسارك يمينك تحتك فوقك قول للنت قول للنت الاولى النت الثانيه امورك صعبه البيفور اي حاضر الزعيم عم يعطينا النت الاولى والثانيه على ملوك الابين محاول التقدم وعينك شوف الزعيم من الناحيه الاخرى عم بكون بالسبورتر الجنازه الخرندع عم بحاول يتقدم جنازه بالفول دمج هون عم بهيل شوف لي الزعيم شوف لي الزعيم اوت 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 جنازه 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 يمينك شمالك تحتك يسارك ولكن الابين ينغدر من الليدانترز ناويه بوينر وينر الليدانترز ايضا الليدانترز والواي سي والجي عم بكونوا اسماء قولي قولي وجي اكس بي اسماء لاحظناها في اراضي البوشينك اللي بان يودعنا على بيروت الى ما بعد بيروت اسطوري من البي فور اي ليعطينا النك الاخير والداون الاخير لملوك ليدانترز ليودعوا معنا بالمركز الرابع جي اكس بي عم بكونوا حاضرين بثلاثه كيل ايضا مع الواي سي اللي عم بكونوا بديو سكواد باثنين كيل من الناحيه الاخرى البي فور اي ملوك جنازه عم بيعطيني سبريات عم بيحاول يعطيني الجنازه السبريات يمينك شمالك تحتك فوقك عم بكون فقط لا غير بست كيل عم بيأمن ظهره ليكون في حدا معه توزعهم حلو لعبهم حلو البيفور يا ويلة داعي عليك
طبعا لحد الان الامور تحت السيطره الاول بالنوك داون. شوف الواي سي عم بيحاول يتقدم من ناحيه اليسار، خلص النوك الاول جي اكس بي للقاء بالكامل. شوف الواي سي يا ويلي تعالي كل بي فوري، خلص يشيل الاول الثاني يسعد ربك 8 9 10 كل بونر وينر، وبعدين كل بي فوري يسعد ربك كل بي فوري بيبي يا عمري انا يسعد ربك. الجنازه والجنازه والزعيم والصفاحين حاضرين وبكل جداره، الجنازه يا الجنازه بيطلع مشان جنازتكم واحد واحد يسعد دينك يا جنازه. زغلطي له يما زهزي له يما وليه عدينك يا جنازه. والبي فور اي اب بيبي اولويز اب بيبي بالعشره كن نار اسطورية 4-2. شوف العالم داون اللي بينقل القتل، وايضا الدكتور من البي سي اس يعطينا الابشو جيمنج من الخلف. خلص باي باي اللي بين فريك عم يعطينا النقطان الاول. كيف كيف اللي بين فحارة عم بكون حاضر، ولكن من الناحية الاخرى بالسبورت اللي بين الخال ايضا عم يعطونا النقطان الاول والثاني. اللي بين شكلهم هون البحار حرام لا تطوعوا طمعوا بالكلات، ولكن انسحاب على البيوت سريع جدا. خلص محاولة الانسحاب، كفو عليك البحار كفو عليك، ياخذوا 2 كيل وامورهم تحت السيطرة مع ملوكو الشيبو والجوتوال اساطير الببجي موبايل. نادف نادف دور صافن وصفن البحار يا ولد يسعد دينك على الاول والثاني. لا يا البي سي اس لا لا يا البي سي اس، شو عم بصير مع ملوك السايكو؟ شو عم بصير مع ملوك السايكو؟ اموره صعبة جدا، أمور صعبة جدا 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 يا بعد قلبي. بده يتعامل، خلص ياخذ النوك ياخذ الكل. 3 نقاط حلوين، 3 نقاط ممتازين، 3 نقاط راح يكونوا اسطورية. باي باي يا سيادة القاضي، باي باي البحاري التوسي ولاها مع الشيبو والجوتو هيل. امورهم تحت السيطرة. باي سيو بيروت العالم دار عم بكون معنا نقدان اول من ناحية اليمين، عم بيحاول كان يضغط ايضا عملوك البي فور اي. امورهم تحت السيطرة اللي بين بحار بياخذ الفينش للقاء، بتم اموره تحت السليم. شوف الكابتن اللي عم بكون والدمج. اوبا عليك الجنازة عم يعطينا العلم دار بثلاثة نوك داون على الارض. العلم دار القيادي هو اللاعب الاخير، عم بتنتهي اللاعب الاول. يمكن البي فور اي يتحرك مباشرة، فعليا عم نشوف تحرك بالسيارات محاولة التقدم ياخذوا الكلات ولا كيف؟ فعليا 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 عم ياخذ الاول، هذا الثاني هذا الثاني حيتحرك. الاول بالنوك داون من البي فور اي واللي بيعمل النوك داون العالم دار عم بيحاول يشيل الدوري ممكن يعملها والدروب شوت الدوري العالم دار. ثلاثة نوك داون للبي فور اي، حرام يا البي فور اي غلطت غلطة خرافية البي فور اي. العالم دار بيرجع بيهيل بشكل سمور على 24. لا الجنازة من بعيد عم بيحاول يصل، في عنده ثلاثة نوك داون. خلص صعبة الجنازة، صعبة الجنازة، صعبة 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 صعبة. بده يحاول يلعب الجنازة يعطي النوك داون الاول الجنازة ملوك. وينه؟ يمين 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 الجنازة اوبا، ولكن التروي يقول للجنازة الى اللقاء. اوبا عليكم يا العالم دار بعد ثلاثة نوك داون عم يلعبوها بطريقة خرافية. خلص النوك داون الأول البحار يجي وياخذ العالم دار اوت. اوبا يا البحار، اوبا يا البحار، يا البحار يا البحار يجي وياخذ ياخذ العالم دار الى اللقاء من الجود هيل. يصير معهم 7 كيل لحد الآن بالمركز 12 يا سادة الكرام. خلص الليبين يلعبها بطريقة ممتازة، خلينا نشوف بالابداع يلي عم بصير حاليا من الليبين ب 8 كيل. انا وياه ياخذونا الوينر في ارسي عم حاول يدخل. شوف الجوتل جوتل 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 حرام الايم يا الجوتل. معسل يشيل الاول النمسيز الى اللقاء. سيون بيروت بيحاول يدخل، خلص المعسل يطلع معنا اوت زون. باي باي سيون بيروت. عليك المتاريس، ولكن ماتريكس عم يتلقى النوك داون من الناحية الأخرى. ممكن يتخيل مباشرة دير بالك دير بالك ماتريكس الفودكا هنا انت الفودكا عم بيحاول يكفر له. الفودكا 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 حرام عليك الفودكا. كاتشي الاول واللي الماهر تعال 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 وين 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 اللي مشكيل. اوبا عليه دمه نقطة دمه نقطة اوبو دمه نقطة يا سيادة القاضي. حرام حرام لازم ينشال. اوبا عليك يا ويلد التتبيل الاسطورية من ملوك الاف 2 كي. ملوك الاف 2 كي بتتبيل نارية ولد العبود
حبيبي ولدي ولدي ولد. شوف الابن يحاول يدخل، بده يرجع يسرق الكلات، بده يسرق الكلات. اكبر حرامي ومبدع وذكي حاليا عم بكون الاي بي ان البحار مع الجوتو هيل والشيبو، عم بكونوا حاضرين بابداع اسطوري، بابداع ناري فعليا يا ساده الكرام. شوف الند الاولى الثانيه خلاص يعطينا النوك فينش. شوف شوف مسكوا الزون خلاص. الوينر وينر راح يكون لمن يا ساده الكرام؟ كتب التاريخ اليوم، كتب التاريخ الاول والثاني بالنوك داون. خلاص الوينر وينر يا ساده الكرام، الوينر وينر بكسكس وزبيب الدينر ب 13 كيل اسطوري. الجيب الابن الشيب والجوتو هيل والبحار، وبكل جدارة عم بكونوا هنا يا سادة الكرام. بده ياخذ النقطة، بده ياخذ النقطة يا ويلا داي عليك. 12 كل الوينر وينر كسكس فويس بي بالدينر بفريمان سكواد نارية اسطورية يا ولد يا وحش. ال 8 كل الجوتو هيل و 3 كل الشيب و 3 كل البحار. يا إلتاهي يا إلتاهي أيها الجمهور الناري الخاص بالإبي ان، انه الابداع الناري الجوتو هيل الحاضر اليوم بالذكاء الناري. يا الله عليك يا الله عليك الجوتو هيل فعليا، اذهبوا الى الجحيم على يدي الملوك الجوتو هيل. بلعوا التوسوم بالروم الاولى والثانيه، ولكن ها هم ها هم هنا يا ساده يا كرام، ليكونوا هنا يا ساده يا كرام.